أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجريد، نرسل فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. نطلع في موقع الهيانات، في ظل تفاقم البطالة والفقر $1 مليون تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد. وفي المدى نطالع مفوضية الانتخابات عاجزة عن معرفة مصادر تمويل الأحزاب والكتل لحملاتها. ونتصفح في موقع كتابات نيتشرفان بارزاني لا اتفاق مع واشنطن على عودة البيشمركة للمتنازع عليها. ونقرأ في الجزيرة نت على تحت عنوان روسيا ترفض مشروع قرار فرنسي بشأن كيميائي دوما. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان واشنطن تشكك في دخول مفتشي كيميائي إلى دوما وقلق من زوال الأدلة. ونطالع في القدس العربي، حماس مستعدة لمفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل عبر وسيط. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، منظمة العفو الدولية تتهم بغداد بعقاب جماعي لعائلات دواعش. أهلا بكم من جديد. يخيل للمراقب المحايد وهو يتابع حمى الانتخابات البرلمانية العراقية المتصاعدة أن ثمة موتا معلنا للسياسة بمفهومها السائد، في أنها فن التعامل مع الشؤون العامة سواء كان اللاعب في الحكومة أو في المعارضة، والحال أنك أن تشخص مشكلة أو أن تضع لها حلا، أن تحقق مصلحة عامة، أن تشارك في القرار، وأن تحترم الآخر الذي يجرب حظه مثلك، فهذا كله سياسة. لكنك إذا رصدت ما يجري في العراق لن تجد شيئا من هذا القبيل إطلاقا. هذا هو ما يحدث في العراق اليوم، ظاهرة عجز عن فعل سياسي ممنهج ورصين، حيث يعد كل ما يفعله المرشح أو الناخب أو حتى الأطراف الأخرى مؤشرا على موت السياسة كاملة في العراق وخارج دائرة العقل السياسي السوي، بحسب الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقال بصحيفة العربي الجديد. يبيع الناخب صوته مقابل كيس بطاطا أو بطانية أو بضعة دولارات، وتنحصر تطلعاته في جملة مطالب رخيصة وتافهة، بطاقة هاتف نقال أو سفرة إلى مرقد ابنة الحسن أو وقود مجاني للمولدة أو حتى سلة خضار تكفي الأسرة أسبوعاً. ولا يختلف حال المرشح كثيراً عن حال ناخبه، لكن تطلعاته تفصح عن دناءة وفساد مستطير. يدفع $1 مليون كي يحتل الرقم 1 في القائمة الانتخابية، يمثل ذلك استثماراً مربحاً 4 سنوات كافية لمضاعفة المبلغ المدفوع مرات، وله بعد السنوات 4 أن يجدد استثماره أو يرضى من الغنيمة بالإياب أو يطوف بدول يهمها تطمين مصالحها في العراق عارضا خدماته ليحصل منها على ما قدر له من رزق حرام. معظم الأحزاب العراقية تتشابه فيما تطرحه من شعارات شعبوية رخيصة. بلوغ عدد الأحزاب التي سجلت نفسها لخوض المعركة الانتخابية أكثر من 300، وهو رقم قد يجعل العراق الأول في العالم من حيث عدد الأحزاب. كان يمكن لو نمت طبيعيا أن تساعد على تجذير الممارسة السياسية وكذلك تغييب أي هامش ديمقراطي يفتح الطريق أمام المواطن لإبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار، وقد تكرس ذلك النهج في العقدين الأخيرين من القرن الماضي في ظل ضغوط الحروب والحصارات وسياسات القمع وتطرف الأعمى التي أسكتت أصوات الناشطين السياسيين. ومن هنا تصبح العملية الانتخابية المثيلة مجردة ديكور لنظام سياسي هجين يعمل على توطين موت السياسة وموت السياسة معا، بحسب الكاتب.
ما تقدمه القوائم المتنافسة انتخابيا تحت عنوان برنامج انتخابي هو وهم خالص مهما كان مضمونه جميلا ومزينا بالألوان والانفوغرافيك ومنظما كأهداف ووسائل وخطوات. ما يسمى برنامج انتخابي هو جزء من ديكور الديمقراطية العراقية التي تحاول الإقناع بمصداقيتها عبر التشبه والتقليد للديمقراطيات دون الالتزام بجوهر هذا النظام الأرقى المتمثل بعبارة حكم الشعب للشعب من أجل الشعب. وتريد البرامج المتداولة إعلامياً القول إن من يسعى لحكم العراق أو المشاركة في الحكم يريد تحقيق أهداف شعبية محددة وسيلتزم بتنفيذها حال وصوله للسلطة، وهو ما تكذبه التجربة والمنطق بحسب ما يرى الكاتب ساطع راجي في مقال بصحيفة المدى العراقية. كل القوائم تعرف أن برامجها مجرد أوهام، وكذلك يعرف جمهور الناخبين بمن فيهم أشد المتحمسين للمشاركة، والمتنافسون يعرفون أن الناخبين يعرفون بعدم جدية برامجهم، لكن الجميع يعتبرون وجود برنامج انتخابي معلن ضرورة اعتبارية مثل أي تقليد متوارث في مراسيم المآتم والحفلات وجلسات الفصل العشائري والطقوس الدينية. هنا التقليد هو الحاكم حتى لو كان الفعل بلا معنى مفهوم. عبثية البرامج الانتخابية مصدرها عدم وجود أحزاب أو قوائم كبيرة فعلا لها مرشحون في كل محافظات البلاد، ويمكنها الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب وتشكيل الحكومة بدون تحالفات تضم عشرات الأحزاب التي تتناقض في توجهاتها ومصالحها وولاءاتها، ولذلك تتبخر البرامج الانتخابية بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة ولن يتذكرها المرشحون أو الناخبون. ولم يحدث خلال سنوات أن انتقد أعضاء أو جمهور حزب ما قادتهم لتخليهم عن برنامجهم الانتخابي، ونادراً ما نجد ناخب يصوت لمرشح أو قائمة بسبب البرنامج. وما أن تخرج القوى السياسية والجمهور من خدعة البرنامج الانتخابي المقبولة اجتماعيا مثل تحية غير مقصودة أو قبلة مزيفة يتم تبادلها في عزاء تحت حتى ندخل بالأحرى في خدعة أكبر اسمها البرنامج الحكومي الذي لن تتذكره القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة ولا جمهورها، ويعتبر هو الآخر تحصيل حاصل في الديكور السياسي، رغم أن هذه الخدعة تستغل كثيرا للتغطية على الأسباب الحقيقية لتأخير تشكيل الحكومات عبر القول التفاوض لا يجري حول تسمية المرشحين للمناصب الوزارية وحصة كل كتلة، وإنما هناك مفاوضات عميقة حول البرنامج الحكومي، وهو كذب في كذب. لا نعرف بالضبط ماذا تعني الأحزاب العراقية عندما اتفقت على اختيار مصطلحات التغيير والإصلاح والمستقبل عناوين لحملاتها الانتخابية، والأمر يبدو غريبا لأن معظم القوى التي تتحدث بحماسة وإصرار عن التغيير اليوم لا يمكن تبرير شعار التغيير لمن رفض الاستثمار في البراءة المذهبية للعراقيين وعدم اكتراثهم بالهويات في أولى سنوات الاحتلال الأمريكي البغيض، وقرر بديلا عن ذلك دفعهم إلى مغارة الطائفية عنوة باستخدام شعار الدفاع عن المذهب بحسب مقال للكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. وليس من المنطقي تقبل شعار الإصلاح من الذين رفضوا عام 2006 بعد أن خاضوا في دماء الحرب الطائفية إلى ركبهم أن يتبنوا مفهوم العدالة الانتقالية للجميع ومن دون تمييز بين ميليشيات وأخرى ومجموعة مسلحة وأخرى، وهو التمييز الذي قاد لاحقا إلى إخراج كل شياطين العنف من مخابئها. وبالحديث عن المستقبل، فمن الغريب أن يجدو للمستقبل من هو مأسور إلى الماضي وساكن في دهاليزه وأخطائه وأسراره وخرافاته وارتكاباته، ومن فتح جروح الماضي ونشر قيحه في غرف نوم العراقيين وموائدهم ودنس به حكاياتهم وارتباطاتهم العميقة لا يمكن المضي قدما في تصديق الشعارات
والمتبنيات السياسية للأحزاب العراقية من دون مراجعة تجربة العملية السياسية، والمراجعة يجب أن تعتمد على أسس الاعتراف أولاً قبل الوصول إلى التغيير وإصلاح ما يمكن إصلاحه. لم ينشغل الوسط السياسي كثيراً في لحظة رفع علامات النصر على خرائب الموصل وبرك الدم والجثث المدفونة تحت الأنقاض بالسؤال عن اتفاق شامل يمنع موصلات أخرى كما يصف الكاتب وبحور دم أخرى لا تؤدي الانتخابات العراقية هذا الغرض، للأسف لأنها ما زالت تقوم على أمل يراود الجميع بإمحاء بعضهم، وعندما يكون هدف الانتخابات الإمحاء لا شفاء للبلد من أمراضه المستوطنة فإنها لا تؤدي غرضها بحسب ما يرى الكاتب. في الأمس نمنا ولكن يوجد الشعب السوري بأكمله، كان مذعورا بأطفالهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم بمرضاهم يقلقون من ضربة حمقاء محتملة، كلام منطقي ومفهوم لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ولا ريب من أنه كان سيكون منطقيا ومفهوما أكثر لو كان صادرا عن أي وزير خارجية عربي آخر غير الجعفري، إذ معروف عن الجعفري بشكل خاص تصديه لآثار وتداعيات ونتائج السياسة الإيرانية الحمقى في المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص، وتجنبه أو بالأحرى عدم تمكنه من التصدي للأسباب التي تدين ولأكثر من سبب، ليس نظام إيران فقط بل وشخص المرشد الأعلى لهذا النظام الذي يعتبر عراب الجعفري ومن كان مثله بحسب الكاتب محمد حسين المياحي. الجعفري الذي معروف بتصريحاته الفنطازية والمشرئبة بفلسفة غريبة غير مفهومة، يجب الانتباه جيدا بأنه إذا ما كانت تصريحاته لها علاقة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنه يتمالك رباطة جأشه ويتحدث بمنتهى المنطقية والواقعية، ومن هنا فإنه يستطرد في تصريحاته بشأن الضربة الأمريكية المحتملة للنظام السوري قائلاً: إذا وجهت الضربة لسوريا فهذه فجيعة وخسارة بكل الاعتبارات وخطرة على كل الدول العربية. ونسأل الوزير الجعفري: أليست التدخلات السافرة للنظام الإيراني في بلدان المنطقة والتي أوصلت سوريا اليوم إلى هذا الوضع الخطير جداً، كما أدخلت العراق في دوامات ورمت اليمن في خضم معركة دموية وجعلت في لبنان فتنة لا يعلمها إلا الله تعالى بنهايتها، أليست هذه التدخلات فجيعة وفضيحة وإدانة وصفعة لكل من يرقص على وقعها؟ ولماذا لا يبادر الجعفري ولو لمرة واحدة فقط الإشارة لهذه التدخلات والمطالبة بإنهائها؟ أم أنه يعلم بأن نهايته ونهاية كل من يسيرون وراءه في هكذا تصريح؟ الأوضاع الحرجة والخطيرة في سوريا هي في الحقيقة نتيجة متوقعة ومنتظرة من السياسة الكارثية لنظام إيران والتي لم يكف عنها، على الرغم من أن الشعب الإيراني قد صرخ بوجه الولي صرخة عالية بوجه الولي الفقيه نفسه في انتفاضة عام 2009: لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران، كما أنه ردد في مدينة أصفهان والمناطق التابعة لها خلال الأيام الأخيرة شعار اخرجوا من سوريا واهتموا بأوضاعنا. لكن يبدو أن هذه السياسة العدوانية مقبولة لدى الجعفري ومن كان على شاكلته، لأنه ببساطة لا يملك غير ذلك. منذ حوالي 4 عقود كان الشغل الشاغل للكثير من العراقيين المخلصين الوصول إلى آلية عملية لترجمة الجواب الشافي لهذا السؤال: متى يخرج بلدنا من هذه الظروف المعقدة والتي تزداد تعقيدا بمرور الأيام والأشهر والسنين؟ فلقد قضاها وطننا في حروب عبثية منذ الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980 وغزو الكويت في عام 1990، تبعها الحصار الظالم الذي توجت بغزو العراق
عام 2000 وغزو العراق عام 2003 من قبل القوى التي ورطته وساندت قيادته في إعلان الحروب والخزوات. السؤال: متى نرى عراقا ديمقراطيا؟ هكذا تساءل الكاتب نصيف الجبوري في صحيفة القدس العربية. لقد سبق أن ذكرنا وذكر الكثير غيرنا بأن خونة الوطن الذين دخلوا العراق بمعية جيش الغزو الأمريكي عاثوا في أرض العراق فسادا وفسقا، فسرقوا أمواله واستعبدوا مواطنيه وهدموا معالمه، حتى أضحى العراق من ضمن أوائل البلدان في الفساد الإداري وسرقة المال العام والتخلف في مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة. ينبغي الآن أن يتوقف العراقيون عن البكاء والحسرة على الماضي ولعن الزمان وسب الاحتلال الأمريكي وعملائه. إن الهروب من الواقع المزري لا يزيده إلا تدهورا وانحطاطا. يكفي العراقيين العيش في الأحلام الوردية في تصور عراق مثالي تبنيه الآمال والأماني والخيال. أمام هذا التحدي لابد من طرح حلول بديلة واقعية وعملية لطروحات شخوص الاحتلال والسائرين على نهجه ووفق اللعبة السياسية التي بناها المحتل. إن المرشحين الجدد في هذه الانتخابات المقبلة مقيدون بالدستور الطائفي الذي أرسى المحاصصة والذي قاد بلدنا إلى الحرب الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. إن استشراء الفساد في كل أركان ومفاصل الدولة يعيق أي محاولة للإصلاح. اليوم وبعد 15 عاما لا يمكن لأي من المرشحين أن يصلحوا أساسا فاسدا وأمور مفسدة حصلت في العراق تجذرت في عرض البلاد وطولها. لقد رضي جميع مرشحي القوائم الحزبية والدينية والعشائرية والمستقلة حتى والمدنية والليبرالية أن يكونوا لبنة في صرح العراق المحتل والتي تعيش تجربته أواخر أيامها. ماذا تبقى من كرسي الأسد بعد حرق البلد؟ بهذا بقاء الحاكم إلى الأبد أو حرق البلد؟ ليس شعارا تعبويا بل ديباجة فقه دستوري محفورة فيها الأداء العسكري والأمني والحكومي والسياسي والتربوي والإعلامي. وفكرة الأبد المقيدة بالحكم مدى الحياة نص واقعي جدا في الحياة السياسية منذ العام 1970. فهل بعد حرق سوريا من ذنب؟ وهل السلاح الكيميائي إلا ذنوب صغيرة على الساحة السورية؟ ذنوب لا ترى فيها روسيا وإيران إلا لا ترى بالأحرى فيها روسيا وإيران إلا علاجات برد وزكام يعاني منها النظام بعد صدمة ثورة الشعب السوري التي هزت أركان نظام الأسد الفاشي. أي حوار بناء عن مرحلة انتقال سياسي لن يكون للأسد دور في نهايتها، هو من باب المعارضة مجرد رفع عتب دبلوماسي لتجاوز اتهامات المجتمع الدولي بعدم الخبرة والحنكة في مجال السياسة والمرونة. ولأننا تحت سقف نظام يعاني من التوحد، نتفهم لماذا أعطى توكيلا مفتوحا مصدقا من مجلس شعبه لروسيا وإيران لحمايته والإنابة عنه في مجلس الأمن كغطاء سياسي مقفل باتجاه واحد، لأن الهدف غير قابل للنقاش. لذلك لم تتهيأ للشعب السوري فرصة محادثات جادة خلال 7 سنوات من عمر الإبادة. روسيا وإيران تلبستا جنون النظام في سوريا لتحقيق مآرب بمرجعيات فكرية متناقضة، لكنهما توحدتا في إجرام عدوانهما الثلاثي على الشعب السوري باستغلال تغافل القانون الدولي والإنساني، ربما لمعرفتها المسبقة بطبيعة النظام الدموية ولإدراكهما أن لحظة الحقيقة لا ريب فيها بما تعنيه من انسحاب وترك النظام ليواجه مصيره متحملا أوزار جرائمه وجرائم حلفائه. حرق البلد بعد حرف العطف أو الذي يفيد التخيير بين بقاء الحاكم وبقاء البلد في شعار ضمان وجود الدولة السورية،
يفسر مغزى الهجمات الفتاكة على المدن والمدنيين بالنابالم والبراميل المتفجرة وأسلحة محرمة دولياً. الكاتب هنا يضيف: لو تخيل المجتمع الدولي المأساة سوريا على طريقة وزير الخارجية الألماني لتأكد كل التأكد أن تقسيم أو بالأحرى تقسيط الهجوم على حلب أو أي مدينة سورية منكوبة أخرى إذا تم تجميعه بسلة ضربة واحدة لكانت النتيجة فاجعة على صعيد رد الفعل الإنساني لشعوب وقادة العالم وأيضا على صعيد السياسة ودور مجلس الأمن. بعيدا عن السياسة، ابتكر نحو 350 فنانا بالملتقى الدولي الخامس للكاريكاتور لغة عالمية واحدة يمكنهم قراءتها بصرف النظر عن جنسياتهم وثقافاتهم المختلفة، فعبروا عن الرياضة بإيجابياتها كأداة للتنافس الشريف وسلبياتها في العصبية والعنف، لتمثل أعمالهم مقالات تراوحت بين الرسائل الناعمة والانتقادات العنيفة التي انصب معظمها على روابط المشجعين المعروفة بالأولتراس. اختيار الرياضة كشعار الملتقى الذي يتم تنظيمه بالقاهرة سنويا منذ عام 2013 جاء مواكبا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو المقبل لتهيمن كرة القدم على معظم لوحات المشاركين الذين استطاعوا بخطوطهم دون استخدام الكلمات أن يعبروا عن شغب روابط المشجعين وتعاطي المنشطات وارتفاع أسعار اللاعبين. المشاركون في الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتور الذي يستضيفه قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة يبتعدون كل البعد عن سخريتهم المعتادة، فعبروا بخيوطهم الصماء فقط عن الرياضة. طبعا هذه الرياضة التي تم اختيارها موضوعا رئيسيا للدورة الخامسة هذا العام اتساقا مع بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو المقبل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.